سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستكمل معكم رحلتنا الإيمانية في رحاب هذا الكون، وننزل قليلا إلى أعماق البحار لنرى آية عظيمة من آيات الخالق عز وجل. هذه الآية أيها الأحبة تشهد على أن هذا القرآن هو الحق. لذلك من خلال هذا اللقاء الرابع في سلسلة حتى يتبين لهم أنه الحق، نعيش مع ظاهرة لم يكتشفها العلماء إلا في العصر الحديث. والحقيقة أيها الأحبة، كل الملحدين والمشككين والمستشرقين يعترفون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في صحراء بعيدا عن البحار، ولم يركب البحر ولا مرة في حياته، أي أن هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام لم يعاين هذه البحار ولم يطلع عليها. بل في ذلك الوقت قبل 14 قرنا لم يكن هناك من علم البحار إلا بعض الخرافات والأساطير، وكان هناك بحر الظلمات، وكان هناك ما يسمونه يعني أساطير وخرافات وآلهة يعتقدون بها، ولذلك يعني كان علم البحار مجهولا تماما. في القرن العشرين وفي القرن تحديدا يعني أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، استطاع العلماء من النزول وتمكنوا من النزول إلى أعماق المحيط باستخدام غواصات متطورة وباستخدام أجهزة تصوير أيضا عالية الدقة وتستطيع أن تتحمل ضغوط هائلة، وتمكنوا من دراسة عالم البحار. الحقيقة أيها الأحبة، لقد لاحظوا ظاهرة عجيبة جدا، وهي ظاهرة البحر المسجور. هذا البحر يعني كلنا نرى البحار ولا نرى فيها أثرا للنار، بل إن النار والماء يعني الشيئين متضادين لا يجتمعان، ولكن العلماء كشفوا مناطق في جزر هاواي وغيرها تشتعل فيها الماء وتمتزج مع النار بشكل دائم. سبحان الله، في منظر يعني مرعب يشهد على عظمة الخالق عز وجل. أيها الأحبة، دعونا نتأمل هذه اللقطات التي صورها العلماء لما يسمى البحر المسجور، وتأملوا معي هذه النار كيف تتدفق وتمتزج مع هذا البحر. النار أو الحمم المنصهرة غير قادرة، على الرغم من أن حرارتها أكثر من 1000 درجة مئوية، غير قادرة على تبخير ماء البحر، وماء البحر غير قادر أيضا على إطفاء هذه النيران المشتعلة. هذه الحمم المنصهرة تتدفق بشكل دائم من الطبقة الثانية من طبقات الأرض، لأننا كما نعلم وكما يؤكد العلماء، أرضنا التي نعيش عليها يعني الحقيقة عبارة عن مجموعة من الطبقات، 7 طبقات بالضبط، والطبقة الخارجية التي نعيش عليها هي القشرة الأرضية. هذه القشرة الأرضية أيها الأحبة، سمكها لا يتجاوز 100 كيلومتر، يعني هي رقيقة جدا مقارنة بقطر الأرض الذي يبلغ أكثر من 12,000 كيلومتر. لذلك هذه الطبقة مقسمة إلى ألواح، وبين هذه الألواح هناك دائما فراغات يسميها العلماء بالصدوع أو الشقوق،
وهذه القشرة الأرضية تعوم وتطفو على بحر من الحمم، لأن الطبقة الثانية من طبقات الأرض التي تلي القشرة الأرضية تتكون من غلاف صخري ملتهب، منه تتدفق هذه الحمم المنصهرة والبراكين وغير ذلك. وسبحان الله، يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد يتخيل وجود هذه القشرة الأرضية بهذا هذه الصدوع وهذا التدفق للحمم المنصهرة، ولكن القرآن العظيم وصف لنا في آية رائعة، وصف لنا هذه الظاهرة، ظاهرة البحر المسجور. يقول عز وجل في سورة الطور: والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. سبحان الله، يعني انظروا معي كيف أخبرنا القرآن عن بحر مسجور، أي مشتعل أو محمى، لأن العرب تقول سجر التنور أي أحماه أشعله. فالبحر المسجور هو البحر المشتعل المحمى. وبالمقابل يقول عز وجل في جواب القسم لهذه الآية: والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع، أي أيها الإنسان المشكك الذي تعتقد أن يوم القيامة غير آت، وأنه لا يوجد بعث ولا يوجد آخرة، وأن الإنسان بمجرد أن مات انتهت حياته للأبد وتحول إلى تراب، أيها الإنسان المشكك الذي تعتقد بهذا الشيء، هذا الأمر خاطئ. فالله عز وجل الذي أخبرك عن هذا البحر الملتهب، عن هذه الحمم، عن هذا الجحيم الذي تراه أمامك، والذي يعني لا أحد يشك في وجوده، نحن لا نشك بوجود هذا البحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. فالله عز وجل جعل عذابه أمرا واقعا لا محالة. فكما أنك لا تشك في وجود هذا البحر المسجور، ينبغي عليك ألا تشك بعذاب الله. لذلك ينبغي أن تسرع وتقتنع بأن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل. أيها الأحبة، إن هذه الظاهرة الحقيقة استدعت انتباه العلماء ودرسوها بغزارة. يعني هناك كثير من الأبحاث تتعلق بموضوع طبقات الأرض وكيف تتدفق هذه الحجارة الملتهبة، يعني يسمونها لافا أو حمم منصهرة. هذه أيها الأحبة تتدفق بشكل دائم من بعض الشقوق التي يعني هي متنفس للأرض. سبحان الله، ولو أن الأرض، لو أن القشرة الأرضية كانت كتلة واحدة متصلة مع بعضها لكان هناك مشكلة، لكانت تحطمت وتكسرت. ولكن الله عز وجل من رحمته أنه جعل هذه القشرة الأرضية التي تغلف الأرض التي نعيش عليها، جعلها مقسمة إلى مجموعة من الألواح بحدود 12 لوحا أو أكثر بقليل، وكل لوح ينفصل عن اللوح الذي يليه بصدع. لذلك هناك آية عظيمة سوف نأتي على ذكرها إن شاء الله في لقاءات قادمة، يقول فيها عز وجل: والأرض ذات الصدع. انظروا معي إلى دقة الوصف القرآني، يصف لنا الأرض بأنها ذات صدع. لماذا؟ ليؤكد لنا أنه لا يوجد صدوع متعددة، بل هو صدع واحد. وبالفعل عندما درس العلماء باستخدام الأقمار الاصطناعية، درسوا الكرة الأرضية كاملة ورسموا مخططات بيانية لها، تبين لهم أن هناك في الأرض صدعا واحدا، ولكنه يمتد يفصل هذه الألواح الاثنى عشر، ومعظم هذا الصدع نجده في أعماق المحيطات، وهناك صدع ناري هائل جدا يمتد لأكثر من 40,000 كيلومتر، يسمونه العلماء، يسميه العلماء بحلقة النار، حلقة النار. لذلك أيها الأحبة، هذا الصدع أقسم الله تبارك وتعالى به: والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، أي أنك أيها الإنسان مشكك. يعني انظروا معي دائما أيها الأحبة، القرآن دائما يربط بين الحقيقة العلمية وبين
أن هذا الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى حتى يتبين لهم أنه الحق. فكما أن الله عز وجل أخبرك أيها المشكك أن هذه الأرض ذات صدع واحد، وأخبرك أيضا أن هذا البحر عندما يلتقي أو يمر أو عندما يمر من تحته أو بقربه أحد الصدوع تتدفق منه حمم منصهرة تلهب هذا البحر، كما أنك رأيت هذا البحر المشتعل الذي أخبرك الله تبارك وتعالى عنه عندما قال والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع، وكما أنك ترى هذه الصدوع تشكل شبكة تمتد لآلاف الكيلومترات تغلف قشرة الأرض وتشكل صدعا واحدا، أقسم الله تعالى به قال والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، أي أن هذا القرآن كلام الله الحق تبارك وتعالى وما هو بالهزل. إذن أيها الأحبة، هذه الآيات العلمية والكونية في رحاب هذه الأرض ينبغي أن تكون وسيلة لشيئين. الشيء الأول، الله تعالى يقول وفي الأرض آيات للموقنين، فهذه الآيات تزيد المؤمن يقينا وإيمانا بالله عز وجل، وفي المقام الآخر حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآيات وهذه المعجزات العلمية وسيلة لكل مشكك وكل ملحد يدعي أن هذا القرآن هو كلام أساطير، ينبغي أن تكون هذه الحقيقة وسيلة له يرى من خلالها نور الإيمان ويستيقن بعظمة هذا الدين ويرى من خلال هذه الحقائق صدق رسالة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ويزيدنا علما وأن يتقبل منا هذه الحقائق العلمية وأن ينور قلوبنا بنور القرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى